بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ولادي في جامعة مؤتة بالاردن الشقيق. النهاردة ان شاء الله هتكلم معاكم عن مراجعة البون. البون في منه نوعين من البون، سبونج بون وكومباكت بون. ايه اسمه كلا؟ سبونج بون او كانسيلاس بون او ترابيكولار بون، يعني العظم الاسفنجي او العظم ذو الصفائح. ليه؟ لان ده هنا ادي العظم ده هو الاحمر ده السبونج بون نفسه، شوارع زي ما احنا شايفين كده، طرقات، وبين الطرقات دي تلاقينا الجناين دي ايه؟ دي البون مارو. يبقى ده البون مارو، يبقى هو موجود عند نهايات العظم وبين الفلات بون. يعني ايه فلات بون؟ يعني العظم المفلطح زي السكال او زي الريبز. ده بيزيد او ده انديكيت ترابيكولي اللي هي الاسهم دي ترابيكولي، وزي الكومباكت بون، يعني ايه تركيبته من الخلايا بتاعت الكومباكت بون. ده برضو صورة تانية للكنسيلا سبون بنوعين. ادي النوع اللي هو الشوارع ديت، ده البون، في خلايا اللي جوه دي اوستروسايتس، ده البون مارو اللي موجود عندي. الاوستروسايتس اللي هي الفراغات البيضاء الصغيرة المنقطة ديت، ده الترابيكولي اللي هي موجودة عندنا اللي هي ديت، وادي البون مارو ان بتوين. ريد بون مارو ليه سميناه ريد؟ لانه مليان بالريد بلاد سيلز. دي برضو سبونج بون. فين هنا السبونج بون؟ الترابيكولي اللي هي دي، وادي البون مارو ان بتوين. دي برضو صورة الشوارع ديت كلها، كل الشوارع اللي احنا شايفينها دي غير منتظمة، الريجولار لاميلي اوف بون انكلوزنج ان بتوين بون مارو. هنا بكبرها. طب مين النقطة البيضة دي؟ اوستوسايتس. طب مين الاحمر ده؟ الماتريكس بتاعت البون. طب الفراغ ده كونتيننجز بون مارو. برضو كانسيلاس بون، ادي الصفائح بتاعت البون غير منتظمة، وادي البون مارو ان بتوين. هنا بقى ال كانسيلاس بون، يعني البون ده نفسه لما اجي امسكه بقى هلاقيه اهو كبرته، اهو هو ده الخلايا اللي جواها دي خلايا الاوستوسايتس اللي هي بصة ناحية البون مارو. دي اديبوز تيشو اللي هي فات سيلز لانها ديسولفد اثناء البريباريشن، وادي الاوستوسايتس جوه اللاكونة، وادي هنا حتة كارتليج هيحصل لها كالسيفيكيشن. طيب البون اللي قدامي ده ايه؟ ده كل اللي انا شايفه ده اسمه جراوند بون. يعني ايه جراوند بون؟ ده اخدناه العظمة بطبيعتها وما عملناهاش سبب، فظهرت تحت الميكروسكوب في دواير سودا، دي اسمها فيرجن كانال، اسمها فيرجن كانال. طب وحواليها بلاقي في صفائح من العظم اهي، واخده داير داير كانها بتلف حوالين الكعبه. الصفائح من العظم دي فيها نقط سودا صغيره، نقط السودا دول الصغيره دي خلايا الاوستوسايتس، خلايا الاوستوسايتس. يبقى هنا الاصفر ده فيرجن كانال. طب هنا بنلاقي في كنال جايه بالعرض، ماشيه بالعرض، دي بنسميها فولكمانز كنال. بنسميها ايه؟ فولكمانز كنال. يبقى عندي هافيرجن كنال اللي هي النقطه السوداء دي، والنقطه الصغيره دي اللي عامله زي النمل الاوستوسايتس، واللي جايه بالعرض دي هافيرجن كنال. طب برضه هافيرجن سيستم على بعضها، دي دايره في النص دي هافيرجن كنال، وحواليها النقط الصغيره ديت اوستوسايتس، ودي كونسنتريك لاميلي موجوده عندي بينهم. طب انا هنا في الصورة دي لقينا في عظم بره الهافيرجن مش واخد نفس الشكل المنتظم، ده بسميها انترستيشيال لاميلي، قاعدة بين الهافيرجن. يعني ممكن الاقي هافيرجن هنا، الاقي هافيرجن هنا، هي قاعدة بين دي اللي قدامنا ديت. برضو هافيرجن سيستم هاي باور ليها، يعني متكبرة. اللي في النص دي هافيرجن كانال، ديت خلايا الاوستوسايتس اهي، خلايا الاوستوسايتس كل دي. بس خلي بالك من الخلايا بتاعت الاوستوسايتس عامله زي عنكبوت بتطلع كاناليكيولاي، قنوات. ليه؟ عشان الخليه دي بعيده عن البلاد فيزلز اللي موجوده في الهافيرجن كانال، فالخليه دي عايزه تغذيه من هنا. مين اللي هيوصلها؟ تروح ماده ايديها فتمسك في ايدين او الكاناليكيولاي بتاعت الخليه دي، ودي تمسك في الخليه دي، ودي تصب هنا وتاخد النيوتريشن من هنا. فدي بتاخد نيوتريشن للخليه دي عن طريق الكاناليكيولاي بتوصلها للاخر هنا. فهنا كومباكت بون، ده جراوند بون ده. طب برضو ده هافيرجن سيستم، هافيرجن سيستم ده ديكالسفايد. طب ايه الفرق بين الجراوند والديكالسفايد؟ زي ما انت شايف الجراوند اسود او زي ما انت تشوفه بني، لكن الديكالسفايد بون بنلاقيه ما زي ما احنا شايفين
في لاميلي منتظمة. اللاميلي المنتظمة ديت اللي هي موجودة في النص فيها فيرجن كانال، هي الفتحة دي فيرجن كانال، وحواليها صفائح العظم هي دايرين داير، كل نقطة بيضة صغيرة دي عبارة عن أوستيوسايتس جوه لكمة. طيب هنا ديها فيرجن وديها فيرجن، اللي بينهم ده ومالي الفراغ ده انترستيشيال لاميلي. ده الجراوند بون برضو تاني فيها الهافيرجن سيستم نفس الكلام، وادي هافيرجن كانال، وادي فولكي منز كانال اللي جايه بالعرض وماشيه بالعرض. طب والنقط الصغيره دي اوستيوسايتس والسيستم على بعضه ده اسمه هافيرجن سيستم. برضو نفس الكلام تكبير لها، هافيرجن كانال اوستيوسايتس كاناليكيولاي اللي هي النقط الخطوط الصغيره دي زي بتاعه العنكبوت دي، ودي الهافيرجن كانال وادي هافيرجن سيستم. برضو نفس الكلام هافيرجن سيستم هافيرجن سيستم هافيرجن سيستم، اللي قاعد بينهم انترستيشيال لاميلي، فولكي مانز كانال اللي ماشيه بالعرض، هافيرجن كانال اللي دايره بالشكل ده، الخلايا الصغيره دي اوستيوسايتس. ده ديكالسيفايد كومباكت بون برضو جميله خالص، دي هافيرجن كانال هافيرجن سوري هافيرجن سيستم هافيرجن سيستم هافيرجن سيستم ان بتوين انترستيشيال لاميلي، دي اوستيوسايتس جوه اللاكيونا اللي هي ديت. طب الدوائر البيضاء الكبيره ديت وهافيرجن كانال. طب اللي قاعد بينهم دي هافير انترستيشيال لاميلي، دي برضو تكبيره للكومباكت بون، ادي الهافيرجن كانال اوستيوسايتس وادي الكاناليكيولاي موصله. دي هنا مكبر بقى الهافيرجن كانال متبطنه بالاوستيوجينيك سيلز، وجواها هنا البلاد فيزلز، هنا برضو هافيرجن كانال ودي هافيرجن كانال اللي جايه بالعرض دي فولكي مانز كانال. ده كومباكت بون، لقينا الطبقات بتاعته بره في اوتر سيركام فيرنيشيا لاميلي، من جوه انر سيركام فيرنيشيا لاميلي، ان بتوين انترستيشيا لاميلي موجوده لها. ما هو البريوستيوم؟ ده غطاء للعظم بتكون من طبقه خارجيه من الالياف بسميها اوتر فايبرز، طبقه داخليه من الخلايا بسميها انر سيلولار اللي هي بتتكون من الاوستوجينيك والاوستيوبلاست. هنا ده جزء من الابيفيزيال بليت، منطقه نمو العظمه، فيها كذا زون يعني كذا مرحله، لان دي مرحله كارتليج اللي فوق ده وده البون من تحت، فالبون جاي يهاجم على العظم، فعشان يحصل الهجوم ده بعمل عمليه احلال، اشيل خليه كارتليج واحط مكانها عظم. فهنا بلاقي فوق الخلايا بتاعت الكارتليج قاعده بطريقه غير منتظمه بسميها ريستنج زون، ريستنج زون. ابتدت الخلايا دي تحصل لها بروليفيريشن، تتكاثر وتقعد في صفوف في كولوم في اعمده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده تبتدي الخليه يحصل لها تضخم، تكبر في الحجم بسميها هايبرتروفي، تكبر في الحجم هايبرتروفي. بعد ما كبرت في الحجم نتيجة الكالسيفيكيشن للماتريكس الخلية ماتت وسابت فراغات بسميها امتي لاكونا، فبسميها منطقة الموت زون اوف ديس اللي هي الفاضية دي زون اوف ديس، خلية الكوندروسايتس ماتت وسابت فراغ زي ما بنجيب البيضة قدة البيضة النية واللي هي غير مستوية وافرغها من الصفار والبياض بتاعها واسيب القشرة بس، فهي دي الطلع ده وشيلته ده اللي هي الاوستيوسايتس سوري الكوندروسايتس وسبت اللاكونه بتاعتها. طيب جه بقى السيلز تهاجم اللي هي الماتت دي بالاوستيوكلاست تكسرها وبلاد كابيلرز تخش معاها الاوستيوبلاست وتعمل تكوين العظم اللي هي المنطقه بتاعت الاوسيفيكيشن. يبقى هنا بنلاقي المنطقه ريستنج بروليفيريشن هايبرتروفي ديس فاسكولاريتي وزون اوف ميكسد سبيكيول اللي هي المنطقه دي عظم بقى الاحمر ده عظم الازرق ده الكارتش دي كلها ابيفيزيال بليت، دي برضو نفس الكلام ابيفيزيال بليت ونفس الكلام فيها برضو ابيفيزيال بليت بصور مختلفه ريستنج بروليفريشن فراغات كبيره هايبرتروفي حصل لها اوسيفيكيشن وبعدين تكون العظم اللي هو ترابيكولار بون. ريستنج زون زي ما احنا شايفين كبرناها كلها كوندروسايتس كوندروبلاست وكوندروسايتس زي ما احنا شايفين ان لاكونا بس وغير منتظمين، حطيتهم في نظام اعمده بسميها زون اوف بروليفريشن، كبرت هايبرتروفي تبتدي تموت بتسيب فراغات اللي هي موجوده اوسيفيكيشن والعظم يبتدي يهاجمها. ازاي يهاجمها؟ الاوستيوكلاست تيجي تاكل القشره دي والاوستيوبلاست تحط العظم مكانها. طيب مين هي الاوستيوكلاست دي؟ خليه كبيره ضخمه اكوله بتيجي تعمل لها حفره او جروف في العظم نفسه، الحفره دي العالم اكتشفها اسمه هاو شيبز لاكونا
او ريزوربشن باي، فبنلاقي الخليه دي لها صوابع هنا تبتدي تاكل في العظم وتقعد فيها، فسميها الخليه دي اوستيوكلاست. دي جايه من المونوسايت. هي ديت برضو الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست هنا شايف جاي من ناحيه البون مارو اهي وقاعده جوه التجويف ده، لكن الاوستيوبلاست دي خليه وبتقوم بتكوين الماتريكس بتاع العظم. الاوستيوكلاست اللي هي دي خليه كبيره اوستيوكلاست. طب الفلات دي اوستيوبلاست، اوستيوبلاست عامله سلسله، واللي جوه العظم نفسه بقى دي اللي بص في العظم نفسه دي اسمها اوستيوسايتس. خلي بالك يعني الاوستيوكلاست، خلي بالك الاوستيوكلاست في البون مارو، الاوستيوبلاست ناحيه البون مارو، دي ترابيكل البون. طب الكبيره دي اوستيوكلاست، ليه عرفت انها اوستيوكلاست؟ عشان متعدده الانويه فيها اكتر من نواه. طب الاوستيوبلاست اهي الفلات، طب الاوستيوسايتس اللي هي قاعده جوه لكن ده لاميلار بون او ماتيور بون. يعني ايه ماتيور بون؟ ان هو الاوستيوسايتس موجوده جوه لكن هنا ماتيور بون وده اماتيور بون. يعني ايه ماتيور بون؟ يعني ابتدى يتكون وادانيها فيرجن سيستم اهي موجود، يعني عظم كامل منتظم، لكن ده اماتيور غير ناضج غير منتظم لسه ملخبط كله شويه اوستيوسايتس، لكن لسه الالياف ما عملتليش الشكل المنتظم بتاع الفيرجن سيستم. كومباكت بون دي موجوده في عظمه بتاعت الشافت اللي هي بتاعت الساي، لما ناخد العظمه دي زي الاسطوانه كده واروح اقطعها قطاع عرضي، الجدار بتاع الاسطوانه ده اسمه كومباكت بون. من بره في العضلات سكليتال ماسل، من جوه البون مارو. يبقى ده كان الشابتر بتاع البون اللي عملته عليه مراجعه. ارجو